ماشي عادل وبتقدم ماشي بيها نص الملعب وفي خطأ على محمد عبد الجواد اللي بيلعب في وسط الأهلي والقحطاني ومنصور كل دول جنب الكورة ضربة حرة مباشرة لعبها صالح جول جول بيسجل صالح النعيمة الهدف الأول للهلال في الدقيقة واحد تقريبا وثلاثين ثانية كرة بيلعبها أنا قلت ضربة حرة مباشرة لأن الحكم ما كان رافع إيده وبيسجل صالح النعيمة لصالح الهلال من على القوس شايف صالح النعيمة وشايف خالد ديماوي اللي جنب الكرة دي ده صالح النعيمة ويلعب في المرمى هدف هدف جميل هدف جميل يسجل صالح النعيمة يسجل هدف التعادل في دقيقة 15 دقيقة 15 من خارج منطقة الجزاء أنا قلت لو استغلت استغلال كبير وحيجي منها هدف وفعلا صالح النعيمة بخبرته حط الكرة دي على يمين عبد الهادي ويسجل منها هدف